ولادة مستعجلة، حالة ولادة مستعجلة. الطوارئ بسرعة. لا طوارئ ولا جولة، احنا عايزين الدكتور عمر، هو اللي ماشي معاها من الاول. اباي ماشي معاها كيف يا خال؟ مش من يوم ما شالت وانت موديها له بيدك يا غنبور وخلتها اتكشفت على راجل. قبر يلم العفش، الكلام لاصول يا خال، اسمها متابعة. انت اللي هتعلمني الاصول يا ابني سريعة. ايش دخل امي بقى دلوك؟ اتكلم انت دكتور عمر حيط ابوك. مش هينفع حضرتك. مش هينفع كيف؟ هو قال لي اجي هنا في عيوتها وقت واداني الجواب ده. يا فندم مش هينفع، النهارده فرحه بس في اللي بيشتغل مكانه. حلو، خلي مراتك فرجه نجاره مصر يا ذاكر. يا اولاد المحاريق، ده انا اولع لكم في المستشفى دي كلها. تعالي. في ايه يا نبيله؟ يا دكتوره في صوت ضرب نار وفي بلطجيه حاجه مع المستشفى تحت. بلطجيه؟ انطقي، هو فين؟ حريمنا مش فرجة رجالة مصر كل شوي. انطقي، هو فين؟ اعترف احسنلك. هعترف. ايه ده، في ايه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ الحقني يا دكتور غازي. ايه ده؟ مين دول وعايزين ايه؟ فين الدكتور عمر النواوي؟ انا قلت له فرحه النهارده. ما هي قالت لك ايه؟ وبعدين هو مفيش دكاترة تاني غيره؟ نزل الزفت ده، انتوا فاكرين نفسكم فين؟ بقول لك فين الدكتور عمر النواوي؟ انطب. بيتجوز اهو بلا عندك. يا دكتور عمر. ها؟ يا دكتور. ها؟ انت فين؟ ايوه. ايوه ايوه. مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هو رمضان بدأ ولا ايه؟ بعد الايام يا عريس. بعد ان شاء الله ايه بكره الصبح. مين؟ الجماعة صمموا يجوا يباركوا لك. جماعة، جماعة مين؟ جماعة مين؟ مبروك يا عريس. حراس! جيبه. حراس مين؟ انا مش عايز حريس. همي قول. اتفضل على النبي يا حاج. استني، رجاله مع بعض. يلا يا اختي. يا مدام منتظم، اول ما الناس تيجي على طول اتحط لها. الحق يا مدام. في ايه يا مدهول على عينك؟ الحق العريس يا مدام. اخويا ماله؟ شد حيلك يا دكتور. شد حيلك يا زهيره. شد حيلك يا زهيره. وش يا دكتور؟ عايز اشوف الوضع على الاخر. يا دكتور حقوني. اسمعي يا زهيره. يا دكتور. اول ما الجرح يخش تنزل الوضع على طول. خير يا دكتور عمر، خير. ابوس يدك، احب على يدك. طمني يا دكتور. ان شاء الله خير. خير باذن الله. اهدى، هقول لك. ابنك خلاص الحمد لله نازل بالسلامه، والست في الافاقه الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا دكتور السعد والهنا. زغروطه يا مره منك ليه؟ شكرا 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 يا حاج. شكرا يا حاج. ممكن اروح فرح انا بقى؟ وكتاب الله لا نشيلك لحد هناك. لا والله ما في داعي، والله العظيم ما في داعي. شكرا شكرا يا حاج. صل على النبي. خلاص يا ولد خلاص. شكرا. ما صحش برضه تسيبوا المدام لوحدها ولا ايه؟ حاجة علينا يا دكتور، بس انت عارف ان روحنا كانت في يدك. كلنا روحنا بايد الخالق سبحانه وتعالى. صح؟ سبحانه وتعالى. زغروطه يا مرة العريس فيها. بس ايه يا ولد؟ نزل البندق. ولدي ولدي. معلش يا عريس، قدرك ان الناس تحبك. الحمد لله الحمد لله. يا مستنيينك النهارده يا دكتوره، ما تاخريش بقى الفرح. اكيد ده اليوم اللي كنا بنستناه. اكيد اليوم اللي كنا بنستناه. ازاي يا مش مرتاح لها انا خالص الست دي؟ انا ايه اللي خلاني اقول لها على بعد الفرح اصلا؟ الفرح. اخويا حبيبي عامل ايه؟ طمني عليك، انت كويس؟ الحمد لله انا كويس. انا كنت هتجنن عليك. قول لي، انا ما كنتش عارفه اعمل ايه من غيرك. ولا حاجه، تروح تلبسي بس هدومك عشان نجهز الفرح يا دوب قرب. فيه ايه؟ البس ايه؟ انت اللي تلبس الاول. تعالى قدامي. روح انت يا عمي. يا ساتر، كنت هلبسه الكرافات. لا ما شاء الله، انا مش مصدقه عينيا. مش مصدقه عينيكي، عشان كده عينيكي عايزه تعيط. لا يا عمر، دي دموع الفرحه. انت عارف انا حاسه ان انا العروسه النهارده. انت
لو بطلت العياط والدموع دي هتبقي احلى من مليون عروسه. يلا يا واد يا بكاش، خلاص بقى العروسه نشفت من الانتظار، يلا روح كمل لبسك. حلوه نشفت بك، بتتكلمي على طبق باميه بايت ولما الصلصه تنشف بقى يا عروسه. لا مين ده؟ ده انا نادر عليا اليوم ده، انا مستنيه طول عمري. تعالى معايا. تعالى بنفسك؟ طبعا بنفسي. امال ايه؟ يا سلام، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حلوه البتاعه دي يا خرابي. عمر بسم الله ما شاء الله. انت عارف يا عمر، برغم ان ربنا حرمني من الخلفه، بس طول عمري بعتبرك ابني اللي انا ما خلفتهوش. كل كنت ما اشوفك كده مع واحده من الاشكال اياها كان قلبي بيتقطع عليك. مقضيها انت كنت كل يوم مع واحده واحده، كل يوم مع واحده. خلاص بقى، قلنا تبنا الى الله، تبنا الى الله، الله اكبر. اللهم صل على النبي. يا حلاوتك يا جماعه، ربنا ليه ينشف زي الست اللي نشفت جوه دي. خساره خساره في اهل العروسه يا اخويا، كده مناخيرهم فوق كده في السماء، وطعم كده كلامهم سايح كده ونايح زي طعم السمنه بتاعت الاوتيل اللي هنا ده، رخمين قوي. لحقتي تقلبي؟ ده انت اللي مختاراها. ما هو ده اللي مسكتني كده. انت ساكته؟ اه ساكته. العريس العمر ده يا خلاص يا ناس. عريس عريس مين ده؟ يا ابني اختك المصونه. ايه؟ عريس عريس بت. ايه؟ انا مش قلت لك بلاش الكلام ده يا بت قبل كده؟ في ايه يا دينا؟ احنا فرح يعني، ما تفكيها شويه. وبعدين تعالي شوفي عروسة اخوك يعني لابسه ايه. عروسة اخوها لابسه ايه؟ لابسه ايه عروسة اخوها؟ كورنيش مفتوح رايح جاي يا برنس. كورنيش مفتوح رايح جاي يا برنس. قمر يا اخواتي، قمر قمر مانيكان، ايه الجمال ده كله؟ حلوه زي ماما، بس حاساه قافل الصدر زياده شويه. لا لا تحفه، ده ديزاينر ما عملش منه الا نسخه واحده وخلاها باسمك. كان نفسي يكون مني فوق الركبه. لا 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 بقى، ده يبقى سكسي قوي قوي قوي، والعريس ايه يجيله هوس. الله 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 الله. هو حد قال لك يا هانم من الزقف على البلاج؟ مالك يا بيبي، في ايه؟ بيبي؟ دي بتقول لي بيبي؟ استغفر الله العظيم. ردي يا حاجه، بتقول لي بيبي؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اسمعي يا حبيبتي، الجوازه دي تمت لما عديتي على الجهاز، عديتي مره واثنين وثلاثه يا حبيبتي، ومفيش اي حاجه بصراحه صفرت يعني. انما دلوقتي تطلعي مخبيه استغفر الله العظيم كل الحاجات دي يعني؟ لا لا لا، جهاز ايه ومخبيه ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. وبعدين ايه السبحه دي كلها؟ سيبك من السبحه، ده رايحين نتكلم في السبحه. ردي على الحاجه يا حبيبتي، الجهاز ده جهاز الاختبارات. ايوه كده، انت فاكره ان كل حاجه بالسهل يعني؟ بصي سكي حاجه بعد اذنك. هات شوفي بقى. بصراحه يا بنت الناس، انا متجوزك بعد استخاره. ايه الكلام اللو ده اللي انت بتقوله يا عريس؟ لو؟ لو؟ ايوه لو. لو ايه وهاي ايه؟ خليكي انت وانت سايده حاجه، وانت بالنسبه لك لوكات مين؟ الفستان ده تلبسيه لما تكوني متجوزه عيل من بتوع الساحل، عيال الفورمه اللي بتسقط بنطلونها ويدق تاتو. انما انا نو نو. جرى ايه يا بيبي؟ من امتى وانت كده؟ من الليله وكل ليله، يعني عرض مستمر. وانت جاي تصوب على حظي انا؟ ما انت كنت كويس وكنت سامع عنك كلام حلو كتير. كنت كويس وكنت سامع عنك كلام حلو كتير. عمر لا ولا ايه يا حبيبتي؟ ومصحف لا نو 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 والله ابدا. لا كان كويس، كان كويس. انا سامع عنه كلام حلو كتير. سامع لما تبنى الى الله يا ماما، تبنى الى الله. استغفر الله العظيم يا رب. اسمعي يا بنتي، اسمعي يا بنتي، نبقى نستر نفسنا كده بدل ما يبقى في كرسي في الكلوب النهارده. ها قلتي ايه؟ Thank you.
ايه ده مش تفتح انت ما بتشوفش؟ انا اسف اسف انا هظبطها لك انا. ايه ده انا اللي اسفه دكتور عوني انت مش فاكرني؟ معقول انت سما اخت الدكتور عمر؟ ايه خرب عقلك يا سما، انت كنت مخبيه كل ده فين؟ في لبس المدرسه طبعا، امال فين؟ لا بس انت حلوتي قوي وانت ما بتكبرش زي ما انت. يعني اعتبر ان ده غزل ولا ايه؟ اعتبره زي ما تعتبره، هو الكلام بفلوس. يلا باي باي. البنت بقت خطر خطر قوي. دكتور عوني دكتور عوني. ايه يا دكتور؟ ساتر يا رب. انا متصل بسعادتك من بدري يا عم. ما تستنى استنى. ايه تعالى اتفضل اتفضل. اهلا 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 اهلينا وحبايبنا، اهلا وسهلا. والله احنا جينا مع الزومين مش تلاقيه. العريس ذات نفسه هو اللي اكد علينا ان احنا نيجي، وانا كمان باكد عليكم ان انتوا تيجوا. يا خبر ابيض، اللهم صل على النبي يا رز، ايه الحلاوه دي؟ كل مدى بتحلو عن اليوم اللي قبله. عشتي يا قبله، اياك السامعين يحسوا. عشان ابليس في الجنه. خشي خشي. زغرتي زغرتي يا رز، زغرتي زغرتي. كده يا مستر معتصم علشان مش هيحصل كويس. مين اللي جاب الرقصه في البرنامج بتاعنا؟ يا هانم يا هانم، انا ماليش اي ذنب، انتوا اخترتوا البروجرام واحنا متفقين على فقرات فقط لا غير. هي هتطلع دلوقتي وبعدين التورته وتلبيس الدبل والبوفيه اخر حاجه. انت بتجنني وتقول لي هي هتطلع دلوقتي؟ مين اللي جابها علشان تطلع دلوقتي؟ حافظ بيننا وقوي عم العريس. محضر لك حته مفاجاه تستاهل بقك. بالنبي ايه؟ بص نهار ازرق انت ايه اللي حكيت لي الشمس هنا؟ داريني داريني داريني. المعلم سيد ورور والمعلم مرجان سمك. وانت تعرف الاشكال دي منين؟ اشكال ايه؟ دول اهل حته القدام وجايين يوجبوا معايا. وايه نتايا دي اللي هو بيقولها؟ وانت الاشاره عندك ما لقطتش الا دي. سترك يا كريم. العب يا ورور. رسنا ونرسل بالظبط الدرايات. الله يخليك. سلي سلي سلي. احلى واجب لاحلى عريس. يلا يلا بيتك بيتك بيتك. انت بيت الدخول. اتفضل يا بنتي. اتفضل يا عم. رقصة يا عم، رقصة. تجيب رقصة للواد نفسه يتوب وربنا يقبل توبته. انت ايه واخد توكيل ابليس في الدنيا؟ ايه؟